السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. زي ما احنا كده شايفين الارانب الجميلة الصغننة بتاعتنا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتفرق يوم عن يوم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني حبيت ابدأ الجولة بتاعتنا النهاردة بيهم، حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس، تفتح نفسك كده انك انت تجيبي وتربي. يلا نكمل بقية الجولة مع بعض. وادي حبايبي الارانب الصغيرة، بس عايزين ناخد بالنا ان اليومين دول يعني حر جدا، درجة الحرارة عالية جدا. طب نعمل ايه؟ هنخلي المية كل عشة نخلي فيها جرك المية. ليه؟ عشان نطمن ان هو هيكون بارد رطب، لو سبناه في السطح هيبقى واخد درجة حرارة عالية. لكن كل عشة فيها الجركل بتاعها، وندخل بقى ندلق منه. عشان تبقي متأكدة ان المية بتاعتك باردة، عشان ما يشربوش مية سخنة لا قدر الله يتعبوا او يجيلهم اسهال او اي حاجة زي كده. فناخد بالنا من النقطة دي ونكمل بقية الروتين مع بعض. بص حبايبي، بالنسبة لحبيبة قلبي اللي كانت بتقول ان البط كله بيبيض مع بعضه، انا برضو كانت عندي نفس المشكلة، يعني كذا انتهى بيبيضوا مع بعض، فانا حطيت القفص ده، فبقالها هي يومين او ثلاثة بتبيض في المكان ده. فاهم حاجة ان احنا نزود عدد الاقفاص، والقفص اللي نحطه نحط فيه بيضة، يعني رقوبة، يعني حاجة كده زي رقوبة عشان هي تشوفها فتطمن وتبيض عليها. انا حطها جنب الارانب، وان شاء الله لو رقدت هنا هبقى احط كرتونة او اي حاجة تداريها عن الارانب. تمام. ومننساش طبعا نغطي المكان بالشكل ده باي ملاية او باي حاجة، هي هتبقى عارفة مكانها، بس علشان الشمس والبيض بتاعنا ما يبص مننا. تمام. يلا نكمل بقية الجولة بتاعتنا. وهي دي حبايبي البطايات معانا، انا مش شايفة اي يعني ظهور لاي حاجة، ولا بطة ولا كتكوت ولا اي حاجة. زي ما شفنا امبارح كان البيض ناقر، بس انا مش شايفة حاجة خالص. ادخل كده واشوف واطمن، بس هو البيض ناقر اكتر من امبارح، هوريهولكوا حالا، هدخل واوريكوا وربنا يستر من البطاية دي. بصوا بالنسبة للبطاية دي، يعني وهي بتحرك البيض كده، في يعني بص ثواني، في صوت شخلله. بصوا حبايبي، بصوا الكتكوت ده كبس في البيضه، بس هو بيصاصي. هحاول افتح له اهو، هحاول افتح له واوريكم عملنا ايه. اهي بصوا حبايبي، يعني انا فتحت لها شويه بس يعني للاسف هي البيضه لسه فيها دم، فطبعا انا مش هقدر افتح اكتر من كده. تمام. فانا هسيب البيضه للام هي تتصرف فيها، اهي اهي زي ما احنا شايفين كده. يعني بصوا حبايبي، يعني انا خرجت وانا بشوف البيض، خرجت استحمت، يعني الله يهديها بقى ويصلح حالها، يعني غرقت نفسها ميه طبعا، فربنا يستر بقى. استحمت من الحر طبعا، درجه الحراره عاليه جدا، مش عايزه اقول لكم قد ايه، فهي استحمت. الله اعلم هتبرد البيض ولا ايه. ايه دي بقى يا حبايبي الحمام، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزة اقول لكم ان انا عملت يعني مجهود فظيع امبارح، نضفت العشة كاملة. كنا امبارح اخر النهار قلت في الطراوة كده، وما شاء الله خلصناها كلها وتمام الحمد لله. زي ما احنا كده شايفين من هنا ورايح هيبقى عندنا جرك المية في قلب العيش، علشان نضمن ان المية رطبة ما تبقاش سخنة. تمام. ما تبقاش المية سخنة، نبقى الجرك معانا في العيش، نبقى حاطين المية علشان نطمن ان المية رطبة وكويسة. الجزء اللي كان بيلم قش ده هو بط بيضة امبارح، بس انا مش شايفاها صراحة في البرنيكة، نحاول نبص عليها مع بعض. يا حبايبي اهي موجودة، بس انا ما بدهاش امان صراحة، انا ما بدهاش امان. ليه؟ بيقعدوا يتخانقوا مع بعض ممكن يكسروا. لا يعني احنا ونصيبنا فيها لحد ما ربنا يكرمني واجيب الطواجن.
تمام. انا حاطه لهم الاكل ده يعني كتير من بالليل، من امبارح، من ساعه ما كنت بنضف العشه. طبعا هنرميه لان بصوا يعني اعزكم الله عاملين حمام فيه، فهنحط اكل نظيف. ده يا حبايبي ده سمسم، انا كنت جايبه سمسم علشان ان شاء الله يعني ولاد قالوا عايزين نعمل قراقيش، بس تقريبا كده كانت في نفس الشنطه اللي انا جايبه فيها الحاجه من العلاف يعني. يلا هنسيبهم بقى ياكلوا ويشربوا ونكمل بقيه الجوله. بصي حبايبي لما بتحطي اكل بتحسي ان الحمام يعني ما شاء الله اكله ميه، تلاقي الحمام ده بيحيا. فهنكمل بقيه الجوله بتاعتنا بقى ان شاء الله. بصوا شايفين البطايه ما زالت لحد دلوقتي بتستحمى، الله يهديها ويصلح حالها، الله يهديها بقى انا ونصيبي. ادي حبايبي الفراخ البلدي، عايزه اقول لكم والله العظيم يعني تحسي ان الدنيا نار 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 نار. ربنا يا رب يعافينا ويحفظنا، اللهم امين. شوف البيض بدايه واحده حلوه رزق، نغير لهم بس الكيس ده، نشيل الكيس ده ونحطه ونغيره، او حتي علي الاقل ننفضه ننفضه كده. ان شاء الله ان شاء الله النهارده هنجيب الرش والرش عشان النمل، الجو حر فما نضمنش بقى. تمام كده علشان ما يبقاش في نمل في العيشه. بس كده تعالوا نكمل مع بعض نشوف بقى حاجتنا. بصوا حبايبي انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هفقد الكتاكيت كلهم جمله واحده، ولو لاحظنا هنلاقي عندهم اسهال شديد كلهم هما والبط. ليه؟ انا نزلت الصبح علشان يعني اتسوق واجيب حاجات للبيت ويعني شويه حاجات، عقبال ما طلعت عايزه اقول لكم انا بطلعهم من الطبق اللي انا بحطه، القفص اللي انا بحطهم فيه، فحسيت ان هما بيموتوا بيموتوا ميتين من العطش فعلا. يعني بصوا لحد الان ما يعني مش متماسكين، فربنا يستر حبايبي ان شاء الله. وهنا هختم الجولة بتاعتنا على السطح، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.